خليني اسال حضرتك، تذاكر السكه الحديد لانه ده هم المواطن المصري البسيط اللي بيسال، السكه الحديد والمترو، هل التذاكر الاسعار هتغلى؟ هي الى الان احنا ما غلناش التذاكر، ولكن احنا عندنا يعني زي بيقولوا حس سياسي وحس مجتمعي، لان احنا مش عايشين في وادي لوحدنا. يعني المواطن المصري مثقل ومجهد ولا يتحمل، بس احنا بنقول الاتي، احنا بنقول يعني احنا بنحسن الخدمه، بنصرف عليها. انا ما عنديش موارد اصرف زي ما حضرتك عارفه، انا بخسر في المترو 20 مليون في الشهر، 20.5 مليون في الشهر، وبخسر في السكه الحديد يعني اكتر من كده. مش عايز بقول، انا قلت الارقام كذا مره فمش عايز اقولها الناس تزهق يعني، ولكن انا بقول النهارده انا يعني بطور وبحسن خدمه. النهارده احنا بادئين اول امبارح من يوم السبت اطلقنا اول قطرين اثنين محسنين للركاب، قطر ادمي، في حمام، في نور، في كراسي مرقمه، في نظافه، في شباك مقفول، في باب مقفول، كلام جديد ما كانش موجود. النهارده انا لما اصرف على عدد القطارات دي كلها، انا بتكلم على حوالي 800 قطر، 800 رحله بعملهم. هذا الكلام بيكلف الدولة أو بيكلف الموازنة، الموازنة ما فيهاش فلوس، فيها عجز فلوس حوالي 50%. فأنا بقول للمواطن يعني أنا لما أحسن لك القطر ويبقى القطر آدمي وبتركب وأنت مرتاح أحسن من الميكروباص، والميكروباص بياخد مثلا 10 جنيه وأنا باخد 6 جنيه أو 8 جنيه، وأنا زودت 2 جنيه زي الميكروباص، يعني فيها إيه يعني مثلا؟ ما أنا حسنت لك لما انا انزل لك قطر درجه ثالثه مكيف، وحاليا بنتعاقد عليه دلوقتي او تعاقدنا الحمد لله مع العربيات التصنيع، برضه مش هزود يعني، بقى قطر مكيف ثالثه مكيف هحتاج ازود ساعتها.